يلا جوز امها. لا دي بنتنا بنتنا. ما تلبسش نفسك جنافه واللي عندك يا خرطوش. انا خلاص مفيش حاجه اخاف عليها يا حضره الضابط. انا بتعامل زي برميل البنزين اللي قرب مني وسخنه هيفرق في وشه ويولع في الكل. واشتغل جوه في مكانك. خلاص اهدى اهدى اهدى. ارمي السلاح اللي في ايدك يا حضره الضابط. بقول لك ارمي. هاتوا هنا هنا. اوف مكانك. اهدى بالله واعل وارمي السلاح. لو اتحركت خطوة هقتله. وتقتله انت ليه؟ معانك البيعة دي. الضابط اللي تتاخد منه طبنجته ما يلزمناش تاني. ها؟ هتيجي اغلى من الضابط يا خرطوشة؟ انا بعترف يا باشا. انا بتعترف بيه. انا تاجر سلاح يا باشا. انت تاجر ايه؟ انا تاجر سلاح يا باشا. توجع توجع يا باشا. انا تاجر سلاح يا باشا. سلاحك بيوجعك؟ ايوه يا باشا. انت تاجر فين؟ في السلاح والسلاح جوه في المخزن يا باشا. فين؟ في المخزن يا باشا. فحالك انت جاي تغني بعد ما الفرح خلص. خد الزبون يلا يلا. يا عم انت صدقت نفسك ولا ايه؟ كانت ايدك عليت يا عم ولا حاجه. كانت هتيجي في دماغك ولا زمانك شهيد يا اخي. اه والله تخيل انت بقى شهيد معتز. قوم يا عم امسك ده الحرز يلا عشان النيابه تشوف شغلها بقى. خلاص بس اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا فندم. المخزن جوه يا فندم. المخزن جوه يا فندم. مؤاخذه. شمع يا ابني السنه دي. اجي اركبه معاك البوكس لو تقيل عليك يا حامد. كلني يا صغار. ايه الحكايه؟ الواد حامد عمل لك حاجه ولا ايه؟ عيب جمال داخلين المأمورية وانت مزنوق مع الجدع جوه وده بيقدم رجله واخر رجله بيقدم رجله واخر رجله. انا ايه جاله تليفون؟ تليفون واحنا داخلين المأمورية؟ عيل سيس يا عم. اه طبعا عيل سيس. انا ابقى ظابط محترم داخل المأمورية واديله تليفون يبقى عيل. يا دي الكسره. اه بس دوبني. صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير يا حسام. ايه يا ابني انت فين؟ كلمتك كذا مره وما بتردش عليا ليه؟ والله كان عندي شويه شغل لسه مخلصه. اه طب ما تتاخرش عليا بقى. يا حبيبتي مسافه السكه بس انت بصير العروسه. بسيتك العافيه يا حبيبي. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. السلام. مع السلامه. اقول لك ايه انا فرح اختي النهارده ولسه هنعدي على المدير وامي بتستعجلني. يلا. اه يا حصي بالراحه يا حصي. في ايه بس؟ اظبط لك التاني. لا خلاص يلا يلا. كبرتي يا شاهندة وبقيتي عروسة. احفظها وسعدها يا رب. مالك يا ماما؟ شكلك مش فرحان ليه؟ بالعكس يا حبيبتي. ده انا الفرحة مسايعاني النهاردة. ده اليوم اللي انا مستنياه من زمان. بس انا مش متعودة انك تبعدي عني. مين دي اللي هتبعد عني؟ ده انا متفقه مع ساهر ان احنا عندك كل يوم. وعلى فكره ده شرط انا كاتباه في العقد. كل يوم كل يوم؟ اه يا حبيبتي كل يوم. هو انا ليا غيرك؟ اوعي تصدقيها يا طم. بكره تتجوز مش هنشوفها تاني. دي صاحبتي وانا عارفاها. اخرسي. ربنا يسعدكم يا حبيبتي. يلا بقى يا جدعان انتوا كمان يا بنات. يا رب يا طم يا رب. حبيبي يا صباح الفل والفلافل. محمد الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. ايه الحلاوة دي يا عروس؟ اهو انت. فول وفلافل ايه يا واد؟ قول سمك، جمبري، كفتة، كباب. النهاردة فرح اختك. والله انا ظابط على قدي في الوادي الجديد ودي اكلتي المفضلة. والبني ادم مننا ابن بيئته يا ماما. يا حرام ده انتوا بتتعبوا قوي. ده احنا بنتعب تعب ما بنشوفش اللحمة غير في الاجازات. مساء الخير. دي ياسمين. ياسمين مين؟ بنت طنط جميلة. طنط جميلة مين؟ يا واد بنت عم ماما. آه طنط جميلة.
والله وكبرتي يا جميله وده. ياسمين. اه ياسمين والله وكبرتي ياسمين واتدورتي، ده انا ما عرفتكيش. بس ايه رايك في ايه بالظبط؟ اه لا اصلي ياسمين اصلي. نعم تعالى. ايوه تعالى، خلي البنات ياخدوا راحتهم. يلا طب ما ياخدوه، حد هيشوا ما تاخدوا راحتكم يا جماعه، يعني ده انا اخوك الصغير مفيش حاجه. معلش معلش تعالى هكلمك بره. طب هسجلكم تاني. ايه بس ايه يا ماما، ده وقته يا ماما، ما تسيبيني مع البنات شويه. انا هكلمك في البنات، ايه رايك عجبتك؟ هي مين؟ ياسمين. ياسمين مين؟ بنت طنط جميله. طنط جميله مين؟ لو كانت عجبتك اكلم لك مامتها واخطبها لك. ايه هو ده، انت عايزه تخلصي مني اوام اوام كده؟ ليه يا حبيبي، مش عاوزه اخلص منك ولا حاجه، انا بس عاوزه اطمن عليك قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما، ايه القرف اللي انت بتقوليه ده؟ ولا بقول لك ايه، اختك هتتجوز النهارده واخوك بعد شهر هيتجوز، وفاضلش غيرك، عاوزه اطمن عليكوا بقى. ايه رايك؟ في ايه؟ اه في ياسمين بنت طنط جميله؟ ايوه. بصي هي في حاجات كويسه وفي حاجات كده مش ولا بد، هي عامه كده بنت واعه. واعه؟ اه. انت محلويه لي بالقصه دي، ما تجيبي بصي. مش عارفه. بصي في بنت كانت واقفه على اليمين مش واعه، اخش اشوف ايه حكايتها واجي. مش واعه. يا بنات. وهي عاملكم هم، الفرح هيبتدي وانتوا لسه بتحشي المحشي؟ ده الكبير لو عارف هيجي يبهدلكم. وانت يا اختي ما تجيش تساعدينا ليه؟ وهو انت على يدك نكش الحني ولا يا اختي تكونيش فاكره للخدامين؟ احنا حريم جبر البطاش برضك. اه ما كنتش فاضيه، كنت بسبح الوعد عشان منصور بيه الكبير مصر لازما ولا بد منصور الصغير يكون جنبه وملازمه من أولة الفرح. واه يعني هي دي الحجة اللي نفدت بيها يا نجيبي؟ اتشطري يا فتحية انت واعتدال وهاتوا الوقت. حسرة علينا، خلفتنا كلها بنات. اختي احمدي ربنا انك ما انتيش ارض بور زيي. دي ارادة ربنا يا عنايات. وبعدين انت مهما حصل الاولانيه ده انت اللي في القلب يا بيت، بأمرت اني لساكي على ذمته وما طلقكيش. مش لمي قلبك الابيض يا حبيبي.